بمناسبة يوم اليتيم، طبعا عارفين ان هو 1 ابريل، الجمعة الاولى من ابريل، دايما بيبقى اول جمعة من ابريل على طول بيبقى يوم اليتيم، بيبقى في احتفالات. فتخيلوا بقى انه يوم اليتيم مع رمضان ودخلة رمضان مع اخر يوم في شعبان وهو الاخر، والاجواء الجميلة اللي في هذا الاطار. السيدة انتصار السيسي يعني وجهت رسالة لأيتام مصر بمناسبة يوم اليتيم، قالت النهاردة الجمعة الأولى من إبريل، وده يوم مخصص للاحتفال سنويا باليتيم وتقديم كافة سبل الدعم والتواصل والعطف وفرصة للالتفاف حول كل طفل يتيم في محيطه. بهذه المناسبة كانت رسالة السيدة انتصار السيسي هي رسالة مهمة في هذا الإطار، وقالت نحتفل مع أيتام مصر بيومهم الذي يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية. واختتمت قائلة كل عام وكل طفل يتيم بخير. وزارة الداخلية طبعا كان ليها برضو بصمة في هذا اليوم، وشاركت وزارة الداخلية الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم من خلال استقبالهم بأندية الشرطة بعدد من مديريات الأمن والاحتفاء بهم. نشوف التقرير ده وناخد فاصل ونرجع لحضراتكم. يوافق الاحتفال بيوم اليتيم الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام، وهو يوم يتأكد فيه دعم مؤسسات الدولة والمجتمع لهم. وزارة الداخلية ومن خلال قطاعاتها ومديريات الأمن شاركت الأطفال الأيتام الاحتفال بهذا اليوم، بخاصة ذوي الهمم منهم. مش هخاف من نهاردة الاختلاف، إني بقى مسمع لصوت، إني أقوى من الظروف، إن مصر بقيادتها السند من كل قوة. فقد وجهت دعوة لهم لقضاء يوم ترفيهي بأندية الشرطة بعدد من مديريات الأمن. انطلق الأطفال يرسمون على وجوههم التي تعلوها الابتسامات، ومعهم رجال الشرطة في لوحة جسدت مدى الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم وأسمى معاني الإنسانية والتراحم. في انتلاء في كل ركن منها تلقى ليا في مكان. طبعا الولاد مبسوطه جدا، طبعا اليوم ده بيبقى يوم مميز بالنسبه للولاد، بيحسوا ان في حد بيسال عليهم. وطبعا وزاره الداخليه طبعا يعني مش بتاثر في الموضوع ده خالص، بالنسبه لهم هم متواجدين معاهم على طول، سواء يوم اليتيم أو غير يوم اليتيم هم متواجدين معاهم على طول. الدعم الذي تقدمه الوزارة للأطفال الأيتام لا يقتصر على هذا اليوم فقط، وإنما على مدار العام باستقبالهم في أندية الشرطة والمواقع الشرطية المختلفة، وبزيارتهم في دور رعايتهم وتوزيع هدايا عينية على قاطنيها وإجراء كشف طبي عليهم. هو شكل من أشكال الدعم الذي تقدمه الوزارة لهم. وزارة الداخلية تملي بتشرفنا بزيارتها، تملي في أي وقت بتبقى معانا في مناسباتنا كلها، بتيجي للأولاد على طول بصفة مستمرة، قاموا بكشف على الولاد، كشف الطب على الأولاد، على مجموعة من الأولاد، مجموعة كبيرة، وصرفوا بيهم صرفوا لنا الأدوية اللازمة برضو للأولاد. تحيا مصر، تحيا مصر وأمنها، فخر إني منها، أم سندى ابنها، والقيادة كلنا حن ودفاء. يوم اليتيم هو يوم يظهر فيه الجميع مدى الود والدعم المقدم للأيتام في كل مكان، ودعم وزارة الداخلية لهم متواصل على مدار العام للتخفيف عنهم ومعرفة متطلباتهم وتلبيتها، فهم جزء أصيل من هذا المجتمع يحتاجون إلى مساندته ودعمه باستمرار.